السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الاسم الكامل مشاشي أبختي عادل، الحامل البطاقة الوطنية رقم 692074. بغيت الله يجازيكم بخير نوضح للرأي العام واحد النقط مهمة، أنني وقع لي واحد المشكل مع واحد السيد موثق معروف بمدينة فاس. هذا الموثق كان وقع لي معاه، أعطاني شيك بدون رصيد قيمته 40,000 درهم بتاريخ شهر 10 السنة 2018، وعدني باش غادي نصرفو في شهر 11. كان تفاجأ بأن مشيت حطيت الشيك رجع لي بدون رصيد. ملي رجع لي بدون رصيد ترجيتو طلبتو السيد بلاتي شهر 11 ما بغاش يدير معايا الحل، دفعتو رجع لي ان بي قدمتو لوكيل جلال الملك على طريق المحامي. من بعد السيد كنتصل به ما بغاش يدير معايا الحل. موثق معروف بمدينة فاس ولا زال يزاول الأعمال ديالو، كيدخل كيخرج، ما بغيت نفهم الحق ديالي فين هو وكيفاش يمكن لي ناخذ الحق ديالي. الله يجازيكم بخير اللي يمكن لكم تعاونوني. السيد كنهضر معاه، اخيرا قطع لي التليفون، بدلنا رقم التليفون. اخر مره هضرت معاه كيقول لي سير ما تقصرش، انا ما عنديش المشكل، التاليه ديالك غادي ندير لك التقادم على الشك. كنعيط لفاس، انا نورمالمون دابا ما ساكنش في مدينه فاس، ساكن في مدينه الرباط. كنعيط للناس اللي كنحاول نتقرب له، كيقول لك السيد هذا السيد ما باغيش يدير معك الحل. كنتفاجئ السيد بانه مازال موثق، ومازال المكتب ديالو المتواجد في فلورنس خدام. عندي واحد السؤال كنتسائل مع نفسي، فين هي النقابه ديال الموثقين؟ واش عندها العلم بهذا الشيء ولا لا؟ هاد السيد كيف يعقل ان موثق ويعمل شي، وعندي شكايه وعندي الاوراق ديالي باش ندلي بها، عامل فيها نصب واحتيال وشاك بدون مؤونه؟ بغيت نعرف هاد النقابه ديال الموثقين واش عندها العلم ولا لا، وشنو هو الدور ديالها في هاد الموضوع. ودابا اللي كنطلب من سيادتكم، الله يجازيكم بخير، السيد راه مازال كنعاودها انسان معروف في مدينه فاس، والمكتب ديالو موثق معروف كذلك، ودابا الله يجازيكم شوفوا كيفاش تعاونوني وديروا معايا الحل. كنوجدها للسلطات اللي كنثق فيها الثقه الكامله، وكنوجهها للوكيل جلاله الملك اللي كنشكرهم هذا المنبر اللي قايم بجميع الواجبات ديالو، وكنوجهها للناس اللي هو كيلا كيسمعني هو شخصيا. الله يجازيك بخير، اعطيني المبلغ ديالي اللي هو قيمته 40,000 درهم وصافي، ما خصني حتى شي حاجه اخرى. كنت كنتواصل معاه على راس اليومين ثلاث ايام، كان كيقول لي بلاتي حقا شي مشاكل، هيا هما يعطيوني الفلوس هما غيديروا لي، انا غادي نعطيك، انا غنفعل لك، حتى ما كاين والو. من بعد قطع لي التليفون قال لي ما تقصرش، قال لي سير ما تقصرش، والتاليه ديالك ندير لك التقادم. لا، المده ديال الاتصال تقطع به تقريبا من شهر 2 2019، لان من بعد ما حطيت الشكايه ترجيته مرات عديده. والله يجازيك بخير، حتى انا راه عندي عائله، حتى انا راه عندي مسؤول، حتى انا راه خصني المال ديالي، حتى انا راه عندي مصاريف، حتى انا. السيد كيقول لي واخا، منين حطيت الشكايه بدا كيقول لي ما تقصرش، وما عندك شنو غادي دير، ما غادي دير والو. دير اللي بغيتي، انا في التالي غندير لك داك الشكايه، ندير لها التقادم. صراحة الرسالة كنوجهها للسلطات المحلية اللي عارفة الشأن ديالها شنو يمكن له يدير في هاد القضية، وكنشكر وكيل جلالة الملك اللي صراحة الباب ديالو مفتوح وعاوننا وعمل الواجب ديالو، ولكن ما بدون نتيجة. هذه تقريبا سنة من 2000 من شهر 11 2018 لدابا، تقريبا سنة. مازال السيد المكتب ديالو مفتوح، خدام، كيمشي ما كيمشيش الله اعلم، لان انا دابا يعني كما سرحت ما متواجدش في مدينه فاس. مي كاين اصدقاء كيعيطوا لي كيقولوا لي السيد راه كنشوفوه في القهوه الفلانيه، الجهه الفلانيه، هذه. ودابا الله يجازيكم ما كنطلب حتى شي حاجه، اللي هو المبلغ ديالي اللي كنطلب، والله يجازيكم بخير. اللي ما باغي زعما تعاونوني
باش يمكن لي انك رجع القدر ديالي اللي هو 40000 درهم. هو حاليا قاطع لك الاتصال؟ قاطع التليفون وبدلت النمرة الهاتف بصفه رسميه، لان كان قال لي ما عندك ما تصور مني وما عندك ما تدير، انا ما عندك ما تنوض مني، ثالثه غندير لها التقادم. هذه اخر كلمه قال، اخر كلمه، وقطع لي التليفون وبدل النمره. هذه اخر جمله كانت بيني وبينه. ما فاز دابا ما صافي سي بون. صراحه انا رساله كنوجهها للسلطات المحليه اللي عارفه الشان ديالها شنو يمكن له يدير في هذه القضيه، وكنشكر وكيل جلاله الملك اللي صراحه الباب ديالو مفتوح وعاوننا وعمل الواجب ديالو، ولكن ما بدون نتيجه. هذه تقريبا سنه من 2000 من شهر 11 2018 لدابا، تقريبا سنه مازال السيد المكتب ديالو مفتوح، خدام، كيمشي ما كيمشيش الله اعلم، لان انا دابا يعني كما صرحت ما متواجدش في مدينه فاس، مي كاين اصدقاء كيعيطوا لي كيقولوا لي السيد راه كنشوفوه في القهوه الفلان فلانيه، الجهه الفلان فلانيه، هذه هذه هذه، ودابا الله يجازيكم ما كنطلب حتى شي حاجه، اللي هو المبلغ ديالي اللي كنطلب، والله يجازيكم بخير. اللي ما باغي زعما تعاونوني باش يمكن لي نرجع القدر ديالي اللي هو 40000 درهم. قاطع التليفون وبدلت النمره ديال الهاتف بصفه رسميه، لان كان قال لي ما عندك ما تصور مني وما عندك ما تدير، انا ما عندك ما تنوض مني، ثالثه غندير لها التقادم. هذه اخر كلمه قال، اخر كلمه، وقطع لي التليفون وبدل النمره. هذه اخر جمله كانت بيني وبينه.